مساء الخير على جمهور نادينا الملكي، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا ملوك الصالات، البرنامج اللي بنتابع فيه اخبار العاب البطولات والانجازات، الالعاب اللي ليها رصيد كبير من البطولات والالقاب مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الافريقي والدولي، ولكن في بدايه حلقتنا خلينا نشوف هيكون معانا ايه النهارده. الاربعاء سله الزمالك في معسكر مغلق استعدادا للبطوله الافريقيه. هيثم السحرتي مديرا لفريق كرة السلة بنادي الزمالك. طائرة الزمالك تعود للتدريبات استعدادا لنصف نهائي كأس مصر. أحمد فتحي ومحمد رضا يجددان تعاقدهما مع طائرة الزمالك لأربع سنوات. طائرة الزمالك تواجه الاتحاد السكندري 16 ابريل في نهائي الدوري. قياسات بدنية للاعبي كوماندوز اليد استعدادا لنصف نهائي الكأس. اتحاد اليد يعلن تفاصيل بطولة كأس السوبر ومواعيد نهاية الموسم. منتخب التايكوندو يفوز بذهبية في بطولة إسبانيا المفتوحة. ومن التقارير سلة الزمالك رحلة البحث عن اللقب الإفريقي السادس. أما عن بطل قصتنا النهاردة فهيكون كابتن أحمد عادل عبد الفتاح أسطورة زملكاوية في كرة السلة. النهارده عايزه اقول كلمتين للاعبي فريق كره السله، الوقت اللي جاي وقتكم، الجماهير مستنيه انكم تفرحوهم زي اليد ما فرحنا بانه فاز بالدوري بعد طبعا فوزه على النادي الاهلي، وان شاء الله الجمعه اللي جايه كمان كره اليد يقدروا يفرحونا بالفوز بكاس مصر. فريق الطايره هو كمان فرحنا بالفوز على النادي الاهلي والتاهل لنهائي دوري النخبه، وان شاء الله يقدر يفوز على الاتحاد في النهائي ويفوز باللقب الغايب عن طائره الزمالك طبعا من فتره. انتوا كمان فرحتونا بالتاهل لنصف نهائي الدوري بعد الفوز على الاتصالات وهتواجهوا ان شاء الله في نصف النهائي الاتحاد السكندري. بس احنا طمعانين منكم في الفرحه الكبيره بالفوز ببطوله افريقيا للانديه للعام الثاني على التوالي. وليه لا؟ انتوا قدرتوا ان انتوا تفرحونا السنه اللي فاتت، وقدرتوا ان انتوا تفوزوا بالدوري، رغم ان الناس كلها كانت متخوفه من الاداء، بس انتوا كان ردكم في الملعب، وكمان فوزكم بالبطوله الافريقيه اللي كانت بتتعمل لاول مره تحت رعايه الان بي اي. الايام اللي جايه ايامكم، وخلينا نفتكر مع بعض انه الموسم اللي فات انتوا كنتوا بادئين موسم صعب جدا، موسم يعني يكاد يكون كارثي، كنا بنخسر من فرق يعني بلاش لا داعي يعني لذكر الاسماء مع احترامي لكل فرق الدوري، بس كنتوا بتخسروا من فرق صعب ان نادي الزمالك يخسر منها او صعب ان نادي الزمالك بجد يتحط في موقف زي ده. ولكن بعد كده انتوا رجعتوا وعملتوا ريمونتادا محترمه جدا، قدرتوا ان انتوا تفوزوا بالبطوله الافريقيه مع ان انتوا كنتوا عاملين ماتشات في الدوري صعبه جدا، يعني كنتوا بعاد جدا عن مستواكم، بعاد جدا عن الطبيعي اللي نادي الزمالك المفروض يكون فيه، ومع ذلك انتوا لما رحتوا البطوله الافريقيه يعني يمكن المستوى كان اتحسن شويه، انا بكلمكم على الموسم اللي فات، يمكن كان المستوى اتحسن شويه في الدوري وبعد كده لما رحتوا البطوله الافريقيه قدرتوا ان انتوا تفوزوا بالبطوله الافريقيه، وجيتوا بالحماس والفرحه وفرحه الانتصار وروح الانتصار دي، رجعتوا هنا قدرتوا كمان ان انتوا تفوزوا على الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر وتفوزوا بدوري السوبر. بدايه الموسم كانت يعني ما تقولش ابدا ان مع نهايه الموسم فريق الزمالك هيقدر ياخد دوري سوبر وياخد البطوله الافريقيه، ولكن انتوا انتفضتوا نفسكم قبل ما تنتفضوا نادي الزمالك، وقدرتوا ان انتوا تعملوا ريمونتادا محترمه جدا 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 وتفرحونا ببطولتين. يمكن احنا عايشين معاكم نفس الاحداث شويه السنه دي، بس يمكن انتوا قطعتوا شوط اطول شويه في الدوري. احنا عايشين معاكم نفس الاحداث ونفس المستوى تقريبا، انتوا كان المستوى مش احسن حاجه مع بدايه الدوري، ولحد الدور الترتيبي كان
يعني الموضوع صعب جدا، ولكن يمكن في الفترة الأخيرة الدنيا اتحسنت بعض الشيء، بعض الشيء. مش ده الطبيعي برضه، مش ده الطبيعي إنك تبقى بتفوز على الاتصالات بالعافية، وإنك مش عايزين نتكلم في اللي فات، بس هو ده مش طبيعي، ده مش مستواكم اللي المفروض يكون فيه فريق نادي الزمالك اللي قدر يفوز ببطولتين الموسم اللي فات. ولكن دايما خلي في تفكيركم ان انتوا كنتوا عاملين كده بالظبط الموسم اللي فات، وقدرتوا تعملوا ريمونتادا محترمه جدا وتفوزوا ببطولتين، يعني بجد سواء البطوله الاعظم على مستوى او البطوله الاعظم على مستوى التارجت المحلي، ان انت بطوله النفس الطويل هي الدوري، التارجت الاعظم لاي رياضه ولاي نادي انه يفوز ببطوله الدوري، وعلى المستوى القاري قدرتوا تفوزوا بالبطوله الافريقيه. بجد لازم تفرحوا الجماهير اللي بتعشق الكيان، اللي بجد بتنتمي للكيان، اللي بجد مع كل بطولة أو كل تصفيات أو كل نهائيات بيبقوا قاعدين على أعصابهم. يعني كلنا فاكرين مع بعض الأسبوع اللي فات قد إيه كان يعني كان أسبوع عصيب بالنسبة للطايرة والهاندبول وكمان منتخبنا الوطني طبعا لكرة القدم. يمكن ما حلفناش الحظ طبعا مع منتخبنا الوطني، ولكن قدرنا نفوز في الطايره. طبعا نادي الزمالك عمل ماتشات، يمكن عمل الماتش الاول والتالت ولا اروع، وطبعا فريق الهاندبول قدر انه يفوز بالثلاث ماتشات في الدوره المجمعه الثانيه والاخيره ويفوز بالدوري. بجد افتكروا برضو معانا السنه اللي فاتت كان الهاندبول والباسكت ماشيين حلو قوي، اصل الهاندبول دول دايما عامل مشترك في الموضوع ربنا يحميهم، يعني الهاندبول والباسكت كانوا ماشيين مع بعض كويس قوي، والفولي هو اللي في الاخر كده راح ايه خاطف بطوله كاس مصر علشان يدخل في احتفالات ملوك الصالات. السنه دي احنا مستنيينكم ومستنيين انكم تفرحونا، احنا بقى بنتكلمش على الدوري لسه، احنا ما بنفكرش في الدوري دلوقتي. يا سيدي لما ترجع للدوري نبقى نفكر فيه. كل الناس اساسا تقول لك المباراه صعبه في نص النهائي، لكن انتوا بجد انا عندي احساس غير طبيعي ان انتوا لو عملتوا ماتشات كويسه وقدرتوا ان انتوا تفوزوا في تصفيات البطوله الافريقيه هتقدروا ان انتوا لما ترجعوا مع الفريق في الدوري، لما ترجعوا في الدوري المحلي تاني في نص النهائي هيبقى عندكم روح الانتصار، هتقدروا ان انتوا تفوزوا، هتبقوا راجعين فرحانين معنوياتكم عاليه. لان هو الموضوع دايما بقول خلاص بقى انت لما بتوصل لنص النهائي والنهائي والكلام ده كله ما تقول يعني تمام سكواد الاتحاد تقيل جدا وكل الكلام ده احنا عارفينه وما فيش مشكله فيه، ولكن المباريات بتبقى في الملعب خلاص الموضوع بيبقى نفسي بشكل كبير، بتنزل اكون او لا اكون، يعني هو الموضوع بيبقى نفسي. فانت النهارده لو عملت ماتشات كويسه في البطوله الافريقيه هترجع بروح معنويه عاليه جدا، فهتقدر ان انت تعمل ماتشات كويسه في الدوري. طبعا انا عايزه كمان اناشد الجماهير اللي اكيد يعني اول ما التذاكر بدات تتعرض هم بداوا انهم يشتروها وعايزين يبقوا متواجدين، زي ما فرحتونا بمنظر مشرف ولا اروع في كاس العالم للانديه وكل الناس كانت بتشيد بيكم، الاتحاد الدولي على الصفحه الرسميه ليه كان بيشيد بجمهور نادي الزمالك اللي كان عامل لوحه رائعه وواجهه مشرفه لمصر. لازم تعرفوا يعني انكم كمان في البطوله الافريقيه فريقكم محتاجكم، فريقكم محتاجكم انكم تدعموه بنفس الدعم. احنا بجد في بطولة كاس العالم الاندية بيبقى الفريق، بس هو ده هي دي جماهير الزمالك مفيش جديد، يعني الفريق مثلا بيبقى خسران لانك برضو بتواجه ابطال قارات قوية جدا في كرة السلة، الفريق بيبقى خسران ولكن هو من اول دقيقة لاخر دقيقة او من اول كوارتر لاخر كوارتر هو بيشجع فريقه، هو مفيش حاجة اسمها ان انا هوقف تشجيع اصل احنا خسرانين او لا، مفيش الكلام ده. طبعا فريق الزمالك لكرة السلة فريق كبير حامل اللقب، وانتوا اول فريق كمان لعب في كاس العالم للاندية، فريق الزمالك اول فريق لعب في اوروبا، لازم تفهموا كده. بصوا كم الحاجات اللي انا بعدها لكم، انتوا مش قليلين، انتوا مش قليلين في القارة، انتوا بتمثلوا نادي الزمالك النادي اللي بجد ليه شعبية كبيرة وعريضة جدا جدا جدا، مش بس في مصر لا في الوطن العربي لا في العالم كله، كلنا بندعمكم كلنا في ظهركم. ابدأ صفحة جديدة، انزل يوم السبت تقول انا خلاص ناسي من اول الموسم لحد النهاردة، انا كل اللي فاكره اني هنزل النهاردة اموت نفسي جوه الملعب. اوعى تفتكر ان اي مباراة بتعدي انت بتلعبها سواء على المستوى المحلي او المستوى القاري او المستوى الدولي هي بتمر مرور الكرام، لا ده سي في حضرتك بتسطره لنفسك، سي في قدام شوية
هتبقى بتحكي لاولادك واحفادك عليه، قدام شويه هتبقى بتستخدمه وانت بتقدم كمدرب او ككادر اداري في اتحادات مصريه او افريقيه او دوليه، او انت بتقدم السي في بتاع حضرتك في اي نادي في الدوري المحلي او في الوطن العربي او في اوروبا. خليك فاكر انه بجد على قد تعبك ومجهودك هتفضل تحكي لاولادك، لما تقول انا واخد افريقيا غير اتنين غير تلاته، لما تقول انا واخد دوري غير اتنين غير تلاته، كاس غير اتنين غير تلاته، ده سي في بيتسطر. اي مباراه بتعدي من مسيرتك الرياضيه دي مش هترجع، خليك فاهم كده كويس. وفي الاول والاخر انتوا رجاله وقدرتوا تعملوا ريمونتادا السنه اللي فاتت، وهتعملوها ان شاء الله السنه دي وتفرحونا وتفرحوا كل الجماهير باذن الله، عشان انتوا رجاله وقدها وقدود، وان شاء الله ان شاء الله تفوزوا بكل الماتشات اللي هتكون هنا في مصر من 9 ابريل ولحد 19 ابريل، وترجعوا تعدوا نص النهائي في الدوري وتوصلوا لنهائي الدوري، والدوري يكون من نصيبكم باذن الله. خلينا نشوف التقرير ده عن سله الزمالك ومنه الفاصل، وبعدين نرجع لتفاصيل اخبارنا، استنونا. بعزيمة الرجال وروح الأبطال يبحث فريق كرة السلة بنادي الزمالك عن مجد جديد يضاف إلى إنجازات قلعة البطولات والانتصارات. دخل فريق السلة مرحلة الجد استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية بال، والتي تنطلق منافسات مجموعة النيل السبت المقبل على صالة الدكتور حسن مصطفى، على أمل الحفاظ على لقب البطولة التي توج بها فرسان ميت عقبة في نسختها الأولى التي تقام تحت رعاية الام بي اي. يدخل الزمالك البطولة رافعا شعار التحدي والانتصارات والسير على درب فرق الصالات بنادي الزمالك التي أسعدت الجماهير الأسبوع الماضي، ويتسلح عمالقة ميت عقبة بالتاريخ على أمل الحفاظ بلقب البطولة. فقد حصل أبناء ميت عقبة على النسخة الأولى في تاريخه عام 1992 في النهائي الذي أقيم في مصر آنذاك. هشام أبو سريع وشريف الصناديلي وياسر عبد الوهاب وباهي ممدوح موسى وأحمد عادل عبد الفتاح وعلي الجنايني وأحمد عرابي. وكان التتويج باللقب الثاني للبطولة الموسم الماضي بعد غياب 29 عاماً بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76-63 في المباراة النهائية التي أقيمت في رواندا، بقائمة ضمت أنس أسامة ومصطفى كيجو وعمر هشام ومهاب ياسر ومصطفى مشعل وأحمد ياسر مودي وهيثم السحرتي وإسلام سالم وأحمد حاتم، إضافة إلى المحترفين على رأسهم والتر هوج. سلة الزمالك على بعد خطوات من الحفاظ على لقب البطولة الإفريقية وتحقيق الثلاثية التاريخية لزيادة غلة البطولات في دولاب الإنجازات في قلعة البطولات. بداية أخبارنا من عند الفريق الأول لكرة السلة في نادي الزمالك اللي اتمرن تدريبات قوية استعدادا للبطولة الإفريقية للأندية، واللي إن شاء الله هتبدأ يوم السبت اللي جاي على صالة حسن مصطفى. الفريق إن شاء الله هيلعب النهاردة الثلاث، يعني ما إننا خلاص عدينا ساعة واحدة، يعني ماتش ودي مع الجزيرة استعدادا للبطولة، وإن شاء الله الجهاز الفني هيستقر بشكل كبير على اللاعبين اللي هيبدأ بيهم في البطولة، كمان طريقة اللعب الروتيشن اللي هيعمله بين اللاعبين. اكيد طبعا المباراه الوديه دي مهمه جدا، خصوصا وانه هيعمل انسجام كبير بين اللاعبين. البعض بيقول ان ماتش واحد كفايه علشان يعمل الانسجام بين اللاعبين المحترفين وباقي الفريق. بس انا عايز اقول ان اللعيبه المحترفه المتواجده مع فريق الزمالك هم مش اغراب يعني على الفريق، خصوصا انهم لعبوا مع الزمالك في كاس العالم للانديه. أكيد أكتر من ماتش ودي بيفيد، عشان بس نبقى صراحة يعني، أكيد التمرين غير المباراة الودية غير المباراة الرسمية، كل حاجة وليها حالاتها المختلفة يعني، ولكن خلاص هنلعب مباراة ودية تمام، هو ده المتاح دلوقتي أمام نادي الجزيرة. نادي الجزيرة برضو فريق تقيل، فريق يحضرك فعلا بشكل كويس لكاس لبطولة إفريقيا بالتأكيد. فخلاص مباراة ودية كفاية، هما بقالهم فترة كمان بيتدربوا مع الفرقة، لعبوا معانا كأس العالم للأندية، فالدنيا مش أصعب حاجة. وهو بالكتير لو كان هيبقى فيه مباراة كمان كان هيبقى مباراتين وديتين بالكتير يعني، لكن خلاص زي ما بقول الجزيرة برضو فريق ثقيل وهيفرق معاك إنك تلعبه وديا قبل البطولة الإفريقية. لسه مكملين مع الفريق الأول لكرة السلة، واللي الجهاز الفني قرر إنه يدخل معسكر مغلق يوم الأربع استعدادا طبعا لبطولة إفريقيا للأندية، واللي هتبدأ يوم السبت اللي جاي. الجهاز الفني فضل ان المعسكر يكون قبل انطلاق البطوله باربع ايام. الزمالك ان شاء الله عنده اول مباراه يوم السبت اللي جاي مع كوبرا سبورت من جنوب السودان الساعه 8، يوم الثلاث مع كيب تاون تايجرز الجنوب افريقي الساعه 11،
يوم الجمعة هيكون مع بيترو دي لواندا الأنجولي الساعة 11، السبت اللي بعده هيكون مع فوكاج الكونغولي الساعة 11 برضو، وآخر مباراة هتكون مع فاب الكاميروني يوم الثلاثاء 19 إبريل. طبعا كل المباريات اللي أنا بقولها لحضراتكم دي هتكون على صالة دكتور حسن مصطفى بإذن الله. أما بقى عن النجم وكابتن فريق كرة السلة بنادي الزمالك هيثم السحارتي، قرر مجلس الإدارة تعيينه مديرا لفريق السلة خلال الفترة اللي جاية. الإدارة بتحاول إن هي تحط ناس هم بالفريق، هم مشاهير معروفين كانوا لسه معاهم جوه الفرق، ده بيفرق بشكل كبير جدا، بتضخ دماء جديده طبعا في الجهاز الفني للفريق علشان يكون في تصحيح للمسار. هيثم السحارتي واحد من نجوم الفريق اللي شال كاس بطوله افريقيا ودرع الدوري في الموسم اللي فات، فالنهارده انا لما احط مدير للفريق هيكون نفسيا وسنا وتفكير ودماغ وملعب، راجل يعني زي ما بيقولوا كده بلغه الرياضه لسه خارج من الملعب طازه، فهو هيكون اقرب حد يفهم اللعيبه ويفهم دماغ اللعيبه. فانا شايفه ان ده قرار محترم جدا، واتمنى انه يكون طبعا في كل فرق الدرجه الاولى، لانه ده بيفرق بشكل كبير جدا، خصوصا وان الفريق داخل في مباريات صعبه في الفتره اللي جايه سواء في بطوله افريقيا او بطوله دوري السوبر. السحارتي ان شاء الله يكون ليه دور كبير، خصوصا وانه زي ما بقول لحضراتكم عنده علاقه قويه جدا مع لاعبي الفريق الحاليين، وان شاء الله يكون خطوه جديده ناجحه للسحارتي والفريق باذن الله. قبل ما نروح لاخبار الكره الطايره، معانا على التليفون كابتن هشام الحريري نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكره السله. مساء الفل يا كابتن. اهلا، مساء الخير كابتن ايمن. مساء الخير كابتن. عايزه اطمن من حضرتك على الوفود، ان شاء الله هتوصل القاهره امتى؟ الوفود هتبدا تتوافد من يوم 6 و7 باذن الله. الخمس فرق المشاركين مع نادي الزمالك باذن الله هيكونوا متواجدين من يوم 6 و7، وكذلك الحكام والمراقبين باذن الله ان شاء الله. طيب اتكلمنا عن التنظيم، التجهيزات للبطوله شكلها ايه؟ احنا تعودنا ان دايما البطولات اللي مصر بتستضيفها في كل الالعاب واخرها كان كاس العالم للانديه يعني لكره السله، بتبقى حاجه مشرفه جدا، حاجه عظيمه جدا، لان مصر بقت يعني زي حضرتك عارف البيت الكبير في افريقيا يعني، فعايزين نطمن على التجهيزات والاستعدادات للبطوله. لا، التجهيزات الحمد لله الملعب اصبح جاهز، قاعه كابتن حسن مصطفى بقت جاهزه للبطوله، والملعب الباركيه اللي جايبينه والام بي معاهم فرشوه خلاص. فبالنسبه للملعب والتجهيزات بتتطلع على اعلى مستوى، بالنسبه للفنادق جاهزه باذن الله للاستضافه، الاتحاد المصري عامل لجان للاستقبال بتاعه الوفود اللي جايه سواء الانديه او المراقبين او الحكام او الفي في اي بي اللي هيكونوا موجودين، لان طبعا في لعيبه من الام بي اي هيكونوا موجودين، الام بي اي دعاياهم، فيبقى في نجوم كبيره جدا في كره السله متواجده. فدي هتبقى دعايه كويسه جدا للبطوله والمصر باذن الله. واخدين بالنا من الاجراءات الاحترازيه؟ طبعا الدنيا بقت اهدى شويه من النسخه اللي فاتت، لكن ده برضو عاملينه في اعتبارنا؟ كل يوم بيبقى الفرقه اللي عندها ماتش لازم تعمل بي سي ار الصبح رابت، لو في اي حاجه الدكاتره بيبداوا يتعاملوا معاها على طول، بس تمام. لازم كل فرقه قبل المباراه الصبح، وكل حكام الطاوله ولحظه وصولهم المطار بالتاكيد. طبعا غير الاجراءات بتاعت المطار، اول ما بيخشوا او اول ما يوصلوا الفندق دي قصه ثانيه، على طول بتعملوا بي سي ار، لكن كل يوم قبل الماتش اللي بيلعبوه لابد يكون في تيست على طول بيتعمل الصبح. لو في اي حد عنده حاجه بيتم استبعاده واستبعاد المخالطين معاه. طيب الجماهير بقى والتذاكر، عايزه برضو اعرف من حضرتك المفروض كم عدد التذاكر مثلا اللي المفروض متاحه للجماهير بكل فئاتها يعني، وفي نفس الوقت هو عدد معين ولا ممكن الصاله تبقى كومبليت عادي يعني؟ لا، هو في موافقه امنيه بعدد معين تقريبا 2000 واحد تقريبا في الصاله، والتذاكر مطروحه على موقع تذكرتي. في تذاكر معموله للمباراه وفي تذاكر معموله للبطوله كلها، بحيث ان ممكن تبقى هتبقى اوفر لو في حد بيتابع ماتشات الزمالك او البطوله كلها بيشتري التذكره للبطوله كلها، هتبقى في الحاله دي هتبقى احسن بكتير من يشتري مباراه مباراه، هتبقى ارخص. صحيح. طيب وحتى اللي مش هيحالفوا الحظ المفروض البطوله مذاعه يعني؟ البطوله مذاعه طبعا على قنوات اون طبعا، ومذاعه على الام بي حكم مذاعه، هتبقى مذاعه على كذا قناه عالميه يعني. صحيح. في اوروبا مذاعه باذن الله.
طيب التذاكر المفروض خلاص خلصت بتاعت اول مباراة ولا لسه؟ لا لسه، مفروض لسه مفتوح الفتح، فتحوا البارح موقع تذكرتي، فيدوبك لسه ما عندناش فكره هل خلصت ولا لسه يعني. تمام. طيب هيكون في مسؤولين من الاتحاد الافريقي هيتواجدوا يعني؟ رئيس الاتحاد الافريقي مثلا هنيبال مناف هيكون موجود بنفسه، وانا هكون موجود كرئيس الاتحاد الافريقي ورئيس المنطقه الخامسه. انا عندي الزمالك بيشارك في المنطقه الخامسه، وعندي فريق كوبرا من جنوب السودان، وربنا يسهل ويحالفهم حظ زي ريج كده بطل رواندا اللي طلع بطل المجموعه اللي اتلعبت في السنغال الاسبوع اللي فات يعني. صحيح صحيح. طيب توقعاتك ايه للزمالك؟ يعني متوقع ايه للزمالك؟ الزمالك بطل افريقيا، فباذن الله طبعا الفرق اللي معاه يعني، هو طبعا مع بيترو اتلتيكو من انجولا، طبعا ده فريق جامد جدا يعني. واحنا كنا لعبنا معاه في السيمي فاينال المره اللي فاتت في رواندا، فطبعا ده هيكون فرقه قويه جدا. طبعا مش عايزين نستهتر اي فرقه، ان المره دي الفرقه جايه مستعده اكتر من المره اللي فاتت. طيب. لكن طبعا الفرقه قويه جدا هتبقى بيترو اتلتيكو من انجولا باذن الله. لو ربنا يوفق الزمالك يطلع الاول، ثاني يقابل الرابع بتاع المجموعه اللي اتلعبت في السنغال في البلاي اوف في رواندا باذن الله شهر 5. توقعاتك مين هيتاهل من مجموعه النيل؟ مجموعه الزمالك؟ مجموعه النيل او مجموعه الزمالك يعني. الزمالك، بيترو اتلتيكو، ممكن فاب الكاميروني، وممكن يكون كوبرا من جنوب السودان. تمام. انا عاجبني قوي ان حضرتك يعني لا ما عندكش مشكله في الاجابه على كل الاسئله، يعني تخيلت ان في توقعاتك هتقول لي يعني مش عارفين والمباريات في الملعب يعني وكده. لا يعني بجد. لا يعني لا هو يعني هو المباريات في الملعب، لكن في توقعات تضمن مستويات الفرق او بالنسبه احنا خلي بالك ان الزمالك ما لعبش التمهيدي، في فرق لعبت التمهيدي اللي هو الرتبي زي كوبرا من جنوب السودان، فاب، كونغو، فالمفروض المستويات معروفه بتاعت في ثلاث فرق او اربع فرق مستويات معروفين. صحيح. فطبعا هو الطب طبعا الزمالك بيترو اتلتيكو اللي هينافس على الثالث والرابع، انا متوقع فاب الكاميروني بطل الكونغو بطل جنوب افريقيا هتبقى منافسه كده، لكن صحيح. طبعا الزمالك باذن الله وبيترو اتلتيكو باذن الله متوقع ان يكون على الطب طبعا ان شاء الله. بشكر حضرتك. كل مجموعه عليها مفاجاتها طبعا، ده اكيد كل المباريات في الملعب يعني وارد ان يحصل مفاجات في الملعب، بس يا رب كل المفاجات دي تكون بعيده عن الزمالك يعني، عادي الناس كلها تفاجئ بعض بس الزمالك ما يتفاجئش. خاصه يعني حصل مفاجاه في السنغال، لقينا تونس المانشستري خسر من رج بطل رواندا، ودي اول مره تحصل يعني، وهو اعتلى قمه المجموعه. صحيح. فلازم في مفاجات طبعا باذن الله يعني. طبعا طبعا. كابتن هشام بشكر حضرتك على تواجدك معانا، شرفتنا ونورتنا، ودي يمكن اهم اخبار كره السله. خلينا نروح نعرف اهم اخبار الكره الطايره. بدايه اخبارنا من عند الفريق الاول لكره الطايره بنادي الزمالك اللي رجع للتدريبات وخاض اول مران ليه على صاله النادي واللي خلص من شويه. التمرين طبعا شهد تواجد المحترف الكوبي سيفاني هرنانديز اللي كان بيعاني من اصابه بشد في عضلات اسفل الظهر، زي ما حضراتكم عارفين طبعا ان هو كان واضح عليه جدا في مباراته امام النادي الاهلي، وبيخضع طبعا لبرنامج علاج استشفائي وشارك في جزء من تدريبات النهارده مع الفريق. غاب عن التدريبات النهارده كابتن اشرف ابو الحسن واللي برضه بيخضع لبرنامج علاجي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بعد اصابته طبعا الاخيره اللي تعرض ليها في مباراه النادي الاهلي بنصف نهائي الدوري. زي ما عارفين الفريق كان اخد راحه يومين طبعا قبل ما يرجع للتدريبات، واللي بيستعد من خلالها لمباريات كاس مصر ونهائي الدوري. كان طبيعي بصراحه ان الجهاز الفني بعد الثلاث ماتشات ورا بعض امام النادي الاهلي، وانا قلت لحضراتكم من قبل الماتشات دي ان الماتشات امام النادي الاهلي في نصف النهائي مش هتتحسم من ماتشين، مش هتتحسم ابدا من ماتشين، كانوا لازم هيلجأوا للماتش الثالث، وده كان توقعاتي للموضوع يعني. فطبعا انك بتلعب ثلاث ماتشات ورا بعض امام النادي الاهلي ده زي ما يكون بتلعب دوره مجمعه صغيره يعني، فالموضوع طبعا كان صعب جدا، فكان لازم اللعيبه تاخد يومين راحه بالتاكيد. نروح لاداره نادي الزمالك اللي انتهت من اجراءات التجديد للاعبي فريق الكره الطايره بنادي الزمالك، وهم طبعا احمد فتحي ومحمد رضا، واللي كانت هتنتهي عقودهم بنهايه الموسم الجاري. أحمد فتحي ومحمد رضا وقعوا طبعا عقود التجديد مع الفريق لمدة أربع مواسم مقبلة ابتداء من 2022 يعني موسم 2022 لحد طبعا أربع مواسم مقبلة.
مجلس الإدارة الحقيقة شغال بشكل مكثف جدا على ملف التجديدات، خصوصا وان في عدد كبير من نجوم الفريق هتنتهي عقودهم وبيتم التفاوض معهم حاليا. وعلى فكرة ده مش في الطايرة بس، في الباسكت والهاندبول كمان، واغلبهم طبعا مرحب جدا بالاستمرار مع الفريق، والموضوع مسألة وقت. انا يعني بجدد واحدة واحدة للعيبة، ولكن ان شاء الله قبل نهاية الناس وارتباطاتهم مع نادي الزمالك وارتباطاتهم سواء في الدوري او الكاس او لو عندهم بطولات قارية او بطولات عربية، كل ده هيتم الانتهاء منه قبل ما الناس تخلص ارتباطاتها مع نادي الزمالك، علشان ما يبقاش في اي مجال لان لاعب مثلا يكون خلص الموسم مع نادي الزمالك ولسه ما جددش. طبعا ده بالنسبه للناس اللي الزمالك محتاجهم، هو اكيد مش هيجدد لكل الناس، هيجدد للناس اللي هو محتاجهم بس، واكيد هيكون في تدعيم برضو للثلاث فرق بناس يكونوا بجد كل فريق محتاجهم. يعني انا دايما بقول مثلا ان الموسم اللي جاي انت محتاج باك ليفت مثلا في الهاندبول، الموسم اللي جاي انت برضو محتاج ناس مركز 2-3 مثلا او مركز 3 بالذات في الطايره زي ما كان معانا كابتن احمد عبد الدايم بيقول، في الباسكت برضو محتاجين تدعيمات كتير. فطبعا كل ده الاداره شغاله عليه. طبعا فريق الطايره دخل على الطريق الصحيح الحمد لله، وان شاء الله يقدر انه يكمل المسيره ويستمر في التالق بنجومه وابنائه، ويقدروا ان هم باذن الله يحققوا كل البطولات مع نادي الزمالك. طيب خلينا نروح للاتحاد المصري للكره الطايره، واللي اعلن بشكل رسمي عن موعد مباراه الزمالك والاتحاد في نهائي الدوري للموسم الحالي. الاتحاد قرر زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان نهائي الدوري هيكون بنظام باست اوف 3، وهتكون على صالة دكتور حسن مصطفى، وده طبعا في كمان الاتحاد اعلن عن مواعيد مباريات نصف نهائي كاس واللي هيلعب فيها الزمالك مع طلائع الجيش، وهتكون بنظام باست اوف 3 وهتبدا يوم 9 ابريل وهتتلعب على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة. يمكن دي كانت ابرز اخبار الكره الطايره. قبل ما نروح لاخبار كره اليد خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، استنوا. بدايه اخبارنا من عند الفريق الاول لكره اليد بنادي الزمالك، واللي بيواصل التدريبات على صاله النادي، وده استعدادا لمباريات بطوله كاس مصر للموسم الحالي. الفريق رجع للتدريبات امبارح بعد الراحه السلبيه اللي حصل عليها الفريق بعد التتويج طبعا بلقب الدوري. التدريبات شهدت طبعا تركيز الجهاز الفني على الجانب البدني بشكل كبير، وعمل قياسات بدنيه كمان بعد العوده من الراحه اللي هي بقى كمان بيشوف فيها الاوزان عامله ايه، لانه كان حاطط لهم برنامج غذائي طبعا علشان رمضان زي ما قلنا لحضراتكم امبارح. فالراجل كان بيطمن على الاوزان، بيطمن على الناس البدني بتاعهم واصل لحد فين، لان زي ما قلت لكم مش كله بياخد بدني زي بعض، يعني الرياضه اتطورت بشكل كبير، ما بقاش كل اللعيبه بتاخد نفس البدني، ما بقاش كل اللعيبه بتاخد نفس الحمل البدني، وحتى في الفنيات كل واحد وليه نقاط الضعف بتاعته، مش كل الناس بتتدرب بنفس الشكل وخلاص يعني. طبعا بعد كده عمل تقسيمه بين اللاعبين، كان في حاله طبعا من الحماس والتركيز بشكل كبير جدا. الجهاز الفني كمان بقياده اوليفر روي عمل جلسه مع اللعيبه، اتكلم معاهم عن اهميه التركيز وتحقيق اللقب المحلي الثاني في الموسم الحالي، والغايب عن الزمالك من 2016، احنا من 2016 ما خدناش كاس مصر، ودي حاجه لو غريبه فهي غريبه على فريق زي الكوماندوز، ان هم فعلا ويمكن انا صرحت ظروف انه ليه الكوماندوز ما قدروش ان هم يفوزوا بالكاس من 2016، وده عشان مواعيدها وعشان بيبقى خلاص نهايه الموسم، اللعيبه كلها محمله، خاصه انه جزء كبير جدا من لعيبه الزمالك بتشارك مع المنتخب الوطني، فهو ده اللي كان بيخلي دايما بطوله الكاس فيها مشكله. طبعا الزمالك هيواجه في نص النهائي البنك الاهلي اللي هيكون يوم الخميس الجاي الساعه 11 ان شاء الله، وعلى ملعب المقاولون العرب، وهيلعب يوم الجمعه النهائي باذن الله، ويقدر ان هو يحقق اللقب الغايب عن الكوماندوز من 2016. طبعا الطرفين التانيين في النص النهائي هيكون ما بين هليوبلس وسبورتنج، الكسبان من هليوبلس وسبورتنج والكسبان من الزمالك والبنك الاهلي هيواجهوا بعض في النهائي يوم الجمعه على نفس الصاله، وهي طبعا صاله المقاولين العرب. خلينا نروح للجنة المسابقات باتحاد اليد اللي اعلنت عن اجندة المباريات في الفترة المقبلة، وده في جميع المنافسات سواء الفريق الاول او الناشئين او السيدات.
لجنة المسابقات أعلنت مواعيد مباريات الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة كاس مصر للشباب مواليد 2002. فريق الزمالك مواليد 2002 طبعا بيقوده كابتن أحمد هتلر، هيلعب مع فريق الطيران في قبل النهائي يوم 18 إبريل، وده هيكون على صالة الإنتاج الحربي. وفي نص النهائي زي حضراتكم شايفين معانا على الشاشة كده، في نص النهائي التاني هيلعب فريق سبورتنج مع البنك الأهلي. إن شاء الله فريق الزمالك يقدر يفوز على الطيران ويتأهل للنهائي اللي هيتلعب يوم 3 مايو ويقدر فريقنا يفوز باللقب. مش بس كده، كمان لجنة المسابقات أعلنت عن تفاصيل مباريات المرحلة الأولى للتصعيد لبطولة كأس سوبر المحترفين، واللي هتتلعب بنظام خروج المغلوب بين الأندية الثمانية اللي احتلت المراكز طبعا من الثالث للعاشر في الدوري، وهيتأهل أربع أندية يلعبوا نص نهائي، وهيتأهل طبعا فريقين ينضموا للزمالك بطل الدوري والأهلي الوصيف، ويلعبوا مع بعض دورة مجمعة واحدة على صالة حسن مصطفى أيام 26 و27 و28 إبريل، وده لتحديد بطل السوبر. كمان لجنة المسابقات أعلنت جدول مباريات الدورة المجمعة الثانية للمنافسة على البقاء بدوري المحترفين، وكمان الدورة المجمعة الثالثة مباريات المرحلة الثالثة بالمجموعة الأولى بالدوري الممتاز للمنافسة على الصعود لدوري المحترفين. يعني النهاردة اتحاد اليد تقريبا طلع كل الجداول أو البولات المتبقية في الموسم لكل المنافسات، سواء زي ما قلت لحضراتكم ناشئين سيدات رجال صعود هبوط دوري سوبر، كل حاجة تم الإعلان عنها النهاردة، وده مهم جدا لكل الفرق علشان أنا أبقى عارف، أنا كجهاز فني لما أبقى عارف من هنا لنهاية الموسم أنا مواعيدي إيه. والله أنا نفسي أمنية يعني بتمناها مش بس في كرة اليد، في كل الألعاب. يمكن اتحاد اليد الاتحادات الناجحة طبعا جدا ودايما بيسلموا بعض ومفيش خلاف عليهم، لكن أنا بتمنى إن أنا النهاردة كجهاز فني زي أوروبا كده، كجهاز فني إن أنا أبقى داخل الموسم أنا عارف من أول يوم في الموسم لحد آخر يوم في الموسم أنا كل البطولات هلعبها إزاي وإمتى وشكلها إيه وأيام إيه باليوم بالتاريخ بالساعة. نفسي نوصل للمرحلة دي، لأن ده بيفرق مع الأجهزة الفنية بشكل كبير جدا، إن أنا النهاردة ومع الإدارات في التعاقدات ومع اللعيبة ومع كل الناس أنا ببقى عارف أنا إمتى هعلى بالحمل البدني بتاعي وإمتى هنزل بالحمل البدني بتاعي، إمتى هدي أجازات، إمتى هدي راحة، إمتى هشتغل على الجزء الفني، لا دلوقتي هشتغل على البدني، يعني امتى هعمل معسكر مغلق. يعني ده بيفرق بشكل كبير جدا جدا، بتمنى انه يكون من بداية الموسم انا عارف الموسم كله ماشي ازاي، يعني او خطة الموسم هتكون ماشية ازاي. خلينا نروح لنادي النجم الساحلي التونسي كمان اللي اعلن مشاركته في بطولة السوبر الافريقي لكرة اليد للاندية الابطال، واللي مقرر اقامتها ان شاء الله في شهر مايو اللي جاي في النيجر. تقارير صحفية تونسية قالت ان فريق النجم الساحلي اكد مشاركته في البطولة المؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب المقرر اقامتها في المملكة العربية السعودية. طبعا فريق الزمالك هو بطل كأس السوبر الافريقي في اخر ثلاث نسخ، بس الاتحاد الافريقي لكرة اليد قرر تغيير نظام كأس السوبر بانها يعني يتم اقامتها بين اربع فرق، وبكده هتكون النسخة اللي جاية من البطولة بمشاركة الزمالك والأهلي من مصر ووداد سمارة من المغرب والنجم الساحلي من تونس. يعني تغيير في النظام شوية، ما بتقدرش تقول هو حاجة حلوة ولا حاجة وحشة غير لما بيتطبق بشكل رسمي وتشوف إيجابياته وسلبياته. خلينا نروح لمنتخب مصر للتايكوندو واللي حقق ميداليتين في بطولة إسبانيا المفتوحة بواقع ميدالية ذهبية وميدالية برونزية. فاز بالذهبية أحمد راوي وفاز بالميدالية البرونزية آية محمد، وشهدت البطولة تفوق اللاعب طبعا أحمد الراوي على بطل اللاعب الألماني في الدور نصف النهائي، وفي المباراة النهائية قدر أنه يفوز على بطل أولمبياد ريو دي جانيرو طبعا الإيفواري شيخ صالح سيسي. منتخبنا بيشارك في البطولة بقائمة بتضم كل من أحمد راوي، نادين عمرو، شهد سامي، منة طلاب، مدحت، روان محمد، آية محمد، محمود، تقى شعبان، ويوسف عصام، أحمد وائل، عمر شرقي، مصطفى فراج، إياد بركات، محمد فرج، رامي عيسى. نتمنى لهم طبعا يعني بنبارك لهم بالتأكيد وبنتمنى لهم كل التوفيق في كل ما هو قادم.
أما عن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، أعلن النهاردة عن الأوزان الجديدة للاعبين اللي هيتم تطبيقها في أولمبياد باريس 2024. الأوزان الجديدة في منافسات الرجال هي إيه بقى؟ بقت 61 73 89 102 كيلو جرام، وفوق ال 102 كيلو جرام وكمان يعني. وفي منافسات السيدات هيكون 49 59 71 81 كيلو جرام وفوق ال 81 كيلو جرام. اللجنة الأولمبية زي ما حضراتكم طبعا شايفين معانا على الشاشة، اللجنة الأولمبية الدولية كانت قررت تخفيض عدد اللاعبين المشاركين في منافسات رفع الأثقال في أولمبياد باريس ل 120 لاعب ولاعبة بدلا من 196 لاعب شاركوا في طوكيو. ده طبعا بيصعب الموضوع جدا، ده بقى حاجة يعني أنا بشوف إنها بتصعب علينا المهمة بشكل كبير جدا. ولكن إحنا عندنا أبطال كبار جدا اتحرمنا من وجودهم في طوكيو 2021. لو تفتكروا معانا إن محمد إيهاب وسارة سمير كانوا بيتكلموا على السوشيال ميديا بعد طبعا ما تم الإعلان أو تم خلاص الإعلان عن بطل أولمبياد ريو دي جانيرو سواء على مستوى السيدات أو الرجال. الرقم اللي كان البطل والبطلة أو أصحاب الميداليات الذهبية سواء في منافسات الرجال والسيدات، الأرقام دي محمد إيهاب وسارة سمير قالوا إن إحنا بنرفع أكتر منها في التمرين، في التمرين أو زيها في التمرين. فتخيل في بطولة هيبقى عندهم دافع أكتر، حماس أكتر، لان انت بيبقى عندك محاولات انك تشيل حاجه اكتر يعني. فطبعا دي حاجه كانت يعني محزنه لينا جدا، حاجه يعني كنا قاعدين كلنا. انت دايما وانت طالع بالبعثه بتاعتك الاولمبياد بتضامن على الاقل ميداليتين في رفع الاثقال، احنا اتحرمنا من ده بسبب ايقاف طبعا اتحاد رفع الاثقال عشان المنشطات يعني والحاجات دي. بنتمنى ان احنا نتفادى كل الاخطاء دي واللي هم ما كانش ليهم ذنب فيها، يعني فعلا ابطالنا ما كانش ليهم ذنب في الموضوع يعني. فبنتمنى ان شاء الله ان اللي جاي يكون ليهم، واللي جاي يكون في ميداليات في طوكيو في باريس 2024 لرفع الاثقال بالتاكيد. طيب خلينا نروح للاتحاد المصري للمصارعه اللي هيعقد اجتماع يوم السبت اللي جاي لمنافسه تشكيل بعثه مصر في بطوله افريقيا، واللي المفروض هيتم اقامتها الشهر اللي جاي في المغرب. منتخب المصارعه بيستعد بقوه للمشاركه في البطوله الافريقيه لمنتخبات الكبار والشباب والناشئين في الفتره من 17 لحد 22 مايو اللي جاي. الاجتماع هيتم فيه تشكيل بعثه مصر في البطوله الافريقيه ورئيس البعثه والاداريين واللاعبين والجهاز الفني وكمان الحكام. أما عن منتخب مصر لسلاح السيف، فاز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم اللي بيستضيفها مجمع حمدان الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة. منتخبنا قدر يحقق الميدالية البرونزية بعد الفوز على نظيره الإسباني في مباراة تحديد المركز الثالث. منتخب مصر لسلاح السيف كان اتأهل لدور الـ 32 بعد الفوز على منتخب جمهورية التشيك وعلى منتخب كوريا قبل ما يفوز على المنتخب المجري في دور ربع النهائي. قائمة منتخبنا بتضم أدهم معتز، زياد نوفل، أحمد هشام السداوي، وإياد معروف. لسه مستمرين مع حضراتكم، ولكن خلينا نروح للتنس ونروح للبطلة التونسية أنس جابر اللي حافظت على المركز العاشر في التصنيف العالمي لمحترفات التنس، واللي طبعا تم اصداره النهارده الاثنين من الاتحاد الدولي. أنس جابر احتلت المركز العاشر للشهر السادس على التوالي برصيد 2975 نقطه. كنت بتكلم عنها امبارح هي وميار شريف قد ايه بجد هم بيشرفوا العرب. يمكن ميار شريف في المركز ال 55 وان شاء الله مزيد من التالق ليها في الفتره اللي جايه، وتقدر ان هي كمان توصل للعشره الاوائل. بس واقعيا يعني التنس ما كناش كعرب بنوصل فيه للمراحل دي خالص، بجد حاجة مشرفة جدا 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 اللي بتعمله ميار شريف واللي بتعمله أنس جابر. بالتأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق في كل ما هو قادم ومزيد من النجاح والتألق إن شاء الله. تصنيف السيدات اتصدرته طبعا البولندية إيجا سواتك للمرة الأولى بعد الفوز ببطولة ميامي واعتزال اللاعبة الأسترالية أشلي بارتي. أما النجمة المصرية ميار شريف فزي ما بقول لحضراتكم اتقدمت 12 مركز في التصنيف العالمي وبقت في المركز 61 عالميا برصيد 1005 نقطة،
وده أفضل تصنيف في مسيرتها بعد الفوز طبعا بلقب بطولة مارفيلا في إسبانيا، واللي بيعتبر تاني لقب ليها في بطولات التحدي لمحترفات التنس فئة 150 نقطة. الحقيقة أن منتخبات التنس عاملة شغل محترم جدا وكويس جدا، وما كناش بنشوف ده في الفترة اللي فاتت. يعني أنا يعني بحس أنه مثلا في الفترة الأخيرة يمكن اللي كان ظاهر بشكل كبير مثلا كابتن محمد صفوت، في بعد كده بدأت ناس تتألق بالتأكيد، ولكن ظهورنا بقى بشكل كبير قوي في التنس في الفترة الأخيرة، ومش بس على مستوى الكبار، لا كمان في الناشئين والناشئات والشابات والشباب، لا بقينا موجودين وبقوة. يعني بنتمنى إن شاء الله مزيد من التألق ونوصل لمرحلة أقوى، أو لنتصدر أو نوصل للعشرة حتى الأوائل، 20 الأوائل، يعني ده هيفرق معنا بشكل كبير جدا. خلينا نشوف التقرير ده عن التنس ونرجع نكمل أخبار. تسير منتخبات التنس المصري بخطوات ثابتة نحو العالمية والدخول وسط كبار اللعبة، خاصة بعد الإنجازات المتتالية للاعبين والمنتخبات المصرية. وحقق التنس المصري خلال اليومين الماضيين أكثر من إنجاز على الساحة العالمية، وهو ما يعكس الاهتمام الشديد من قبل الاتحاد المصري الذي يسعى بكل قوة إلى تحقيق المزيد من التطوير للعبة البيضاء. وحقق التنس المصري 3 إنجازات متتالية خلال ساعات، بدأت بتتويج النجمة العالمية ميار شريف بلقب بطولة ماربيلا الإسبانية بعد التغلب على اللاعبة الألمانية تمارا في المباراة النهائية بنتيجة 2-0. كما حقق منتخب مصر للناشئين تحت 18 عاماً لقب بطولة إفريقيا للفرق التي أقيمت في تونس وانتهت منافساتها أول أمس، بعدما تمكن الفراعنة الصاعدون هادي الكردي ومايكل صبحي وأحمد حسني ومصطفى شام وبقيادة المدير الفني مينا ناصر من الفوز في نهائي البطولة على جنوب إفريقيا 2-0. أما منتخب الناشئات المكون من جيرمين شريف وليلى شكري ومريم إبراهيم ولينا أسامة وبقيادة يمنى فريد فقد حقق المركز الثالث في البطولة ذاتها بعد التغلب على كينيا بنتيجة 2-1. وأخيراً سجل فراعنة التنس إنجازاً آخر في بطولة السليمانية بفوز اللاعبة مريم ياسر بالمركز الأول وجنى حسام بالمركز الثاني. وكان منتخب مصر الأول للتنس رجال تأهل منذ أيام إلى المجموعة العالمية الثانية ببطولة كأس ديفيز بعد الفوز على منتخب قبرص في المباراة الحاسمة التي أقيمت بملعب السنتر كورت التاريخي في نادي الجزيرة. إنجازات كبيرة في فترة زمنية قصيرة قطع بها التنس المصري عدة خطوات نحو العالمية. خلينا نروح للاعب التنس الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز اللي واصل التألق وأصبح على بعد خطوة واحدة من الدخول ضمن قائمة المراكز العشرة الأولى لمحترفين التنس في التصنيف العالمي للاعبين. ألكاراز وصل للمركز ال11 في التصنيف اللي أعلن عنه الاتحاد الدولي امبارح بعد ما قدر يحقق لقب بطولة ميامي للتنس، وده أعلى مركز يوصل له بعد ما كان في المركز ال133 في شهر إبريل طبعا سنة 2021. التصنيف الجديد للاعبين المحترفين شهد عدد من التغييرات أبرزها طبعا زي ما حضراتكم شايفين، أبرزها تراجع رافائيل نادال للمركز الرابع وصعود النرويجي كاسبر رود وتواجد الإنجليزي كاميرون نوري ضمن المراكز العشرة، وتصدر الصربي نوفاك جيكوفيتش التصنيف طبعا، وجه في المركز الثاني الروسي دانيال ميدفيديف، وصعد الألماني ألكسندر زفيريف للمركز الثالث، ونادال في المركز الرابع. زي ما حضراتكم شايفين ده تصنيف العشرة الأوائل بالتأكيد. بعد ما خلصت أخبارنا عايزة أقول كالعادة إن الكل قصة بطل والكل بطل حكاية، وبطل قصتنا النهاردة واحد من أساطير كرة السلة داخل نادي الزمالك وهو كابتن أحمد عادل عبد الفتاح. زملكاوي الآخر يوم في عمري، ما اللي رباني كان زملكاوي. الجملة دي بتنطبق على كابتن أحمد عادل عبد الفتاح نجم كرة السلة السابق بالزمالك ورئيس قطاع السلة دلوقتي في النادي، واللي ورث عن أبوه الأسطورة عادل عبد الفتاح حب وعشق التيشيرت الأبيض، وكمل المشوار وحقق إنجازات وبقى بطل من أبطال قصتنا في ملوك الصلاة. عمري ما هحب زيك أنت لو حتى مين. أحمد عادل اللي اتولد سنة 1970 في عيلة زملكاوية أباً عن جد، وشرب جينات حب لعبة العمالقة من أبوه، وابتدى ممارستها وهو طفل صغير داخل جدران قلعة ميت عقبة. يوم بعد يوم ظهرت موهبة أحمد عادل عبد الفتاح وهو في قطاع الناشئين،
وبعدها تصعد للفريق الأول تحت قيادة الأسطورة إسماعيل سليم سنة 1986 علشان ينطلق الشبل في سماء كرة السلة الزملكاوية ويكمل مسيرة أبوه في قلعة البطولات. أحمد عادل عبد الفتاح كان واحد من ملوك الثلاثيات اللي ياما حسمت البطولات وهزت المدرجات بالهتاف التاريخي صباح الخير صباح النصر إحنا ملوك السلة في مصر. ابن النادي زي ما جمهور الزمالك بيسميه حقق مع فرسان ميتو عقبة 26 بطولة منها الدوري المصري 5 مرات وكأس مصر 9 مرات والسوبر المصري 3 مرات. كمان كان واحد من الجيل الذهبي لكرة السلة الزملكاوية اللي توج ببطولة إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ الزمالك سنة 1992 وحقق لقب بطولة القاهرة 5 مرات ودورة الحرير الدولية مرة وبطولة دمشق مرة كمان. وزي ما كان أحمد عادل عبد الفتاح مايسترو كرة السلة في الزمالك كان كمان واحد من نجوم منتخب مصر وشارك في عدد كبير من البطولات القارية والعالمية وحقق معاه بطولة مصر الدولية. وبعد مشوار كله إنجازات وبطولات قرر أحمد عادل عبد الفتاح الاعتزال سنة 2006 والاتجاه للعمل الإداري ومشي على درب والده وبقى عضو في مجلس إدارة الزمالك ومشرف على ألعاب الصالة داخل قلعة البطولات وساهم بخبرته في حصول عمالقة كرة السلة على عدد من البطولات المحلية والقارية. أحمد عادل كان وما زال واحد من أبناء نادي الزمالك المخلصين اللي ما يعرفش غير قلعة البطولات بيته وعنوانه أصل اللي رباه كان زملكاوي علشان كده هيفضل واحد من جيل العظماء في كرة السلة الزملكاوية وملك متوج من ملوك الصلاة في قلعة البطولات. إن شاء الله يكون ده فعل خير على كرة السلة الزملكاوية ويقدروا يحققوا انتصارات محترمة في المباريات اللي جاية اللي هتكون طبعا في مجموعة النيل ابتداء من 9 ابريل لحد 19 ابريل. بنتمنى لهم كل التوفيق في كل ما هو قادم. هم كل فرق الصالات نكثف الدعوات بقى عندنا من يوم الخميس كده زي ما قلنا زي الاسبوع اللي فات كده عندنا من يوم الخميس لحد بقى قابل لحد 26 27 ابريل احنا مكملين مع بعض سلة وطايرة وهاندبول. بنتمنى لهم كل التوفيق في كل ما هو قادم بإذن الله. بكده تكون خلصت حلقتنا. استنونا في حلقة جديدة الأسبوع الجاي من ملوك الصلاة. سلام عليكم.